هو كان بيتكلم يعني في السياسة مثلا. لا والله مليت بيحب الأفلام ويحب التمثيليات. مش أنت عاوز الرد الصح؟ هو ده مالوش أصلا في السياسة يعني. نقول مثلا يعني يعني كده أخد عناوين عن ماشي يزهق أنا طفت كده طفت التلفزيون يعني مش الاستقرار بمعنى يعني أقول لك الصراحة برد عليك اللي يرضي الله. ربنا يرضى عليك يا ابو صدق وتؤمن بالله دايما. انا دخلت انشر حته امسح الحبال انشر حتتين غسيل بصراحه لقيتكم قمت انا قلت ايه قادر يا كريم تظهر الحق بتصوروا ايه. انا كنت عايزه اقول لك الكلمه دي من البلكونه والله العظيم بما يرضي الله كنت عايزه اقولها لك من البلكونه.